تجاوزت الساعة الثالثة ولا يزال فؤاد يواصل نشاطه في بيع ألعاب الأطفال. مضرينا بزاف باسكو على بالك بلي ثلاثة ونص هذيك تكون شوية تماك تكون شوية حركة بين الناس، الناس تكون خرجت فان طراف سبعة صافا مية. هي إحدى النشاطات التي تقرر تمديد ساعات العمل فيها من الثامنة صباحا إلى السابعة عوض الثالثة مساء، مع منع التجمعات في المقاهي والمطاعم واحترام التباعد، وهو ما استحسنه التجار في ظل هذه الظروف الصحية. انا شوف مليحه حتى السبعة فهمتي، حنا ثلاثه ما تساعدناش ما نساعدش المشتري فهمتي كيفاش، كاين ناس يخدم ناس يتقرا وناس فهمتي كيفاش. حنا وبليجي ما دابين حنا واش يزيدونا رانا في الفايده، ما من المشتري ما يكون انس نغلقوا على السبعة خير من على ثلاثه، ولكن يبقى الامر غير كافي. بصح رانا صابرين لان الامر يهمنا صحه المواطن وصحتنا احنا بنفسنا. وكان الناس يحوسوا عن نقا لي بافات سون بافات ما نسربيش، ومسافات بين إنسان وإنسان سمعتي. تمديد العمل لبعض النشاطات التجارية الأكثر نشاطا مرتبط بضرورة احترام الإجراءات الصحية حفاظا على صحة البائع والمشتري.